You know? هيك اتعلمتوا تفوتوا على بيوت الناس؟ شرف معنا. خير سيدي؟ مشتاق لك، شرف معنا. شرف شرف. كتير طيبة. عم حاكيك. ما عند مين؟ هذا محل بالشعلان. نعم. بتعرفه؟ أول شعلان إجا ثابت ولا بتتذكر السنة الماضية لما طلعنا مداهمة على الحمرة؟ لما طلعنا على الحمرة؟ إيه. في محل وقفنا قبل. واحد من عنده فطاير. لونه أحمر؟ هذا هو. لونه أحمر؟ هذا هو نفسه. مغير لا كتير طيب زرافة بصير ياخذ مادة دائما بوصل دائما طلبات شرف عصفور بدران سيدي ما مشكلة من فقدك بكره زرافة طلعين بس جيب دائما من عنده انت ايه سيدي في مجال اعرف ليش انا مو عرفت المحل ايه مغير الوجه كله مغير الوجه هلا ايه السنة الماضية كان احمد وهم عرفته وش بدنا شاي؟ طيب بردتين سيدي في مجال اعرف ليش انا مو راح تعرف راح اذا ما عرفت اليوم تعرف بكره إذا مو بكرة بعد بكرة معنا بعد على كل أنا رايح أغسل إيدي وندردش أنا وأنت هيك على النظافة يعني يمكن خجلان جبر بخاطر وحدة سيدي وصلت لك على الشاي مين اخذ باقي الدخان منه؟ انو شاي؟ الشاي وصلت على الشاي انسى طلع لعند سيادة العميل قال له جواد صار هون اذا بيحب يحضر التحية يلا صباح الخير صباح الخير زينب العلي محامية سيد جواد مين وكلك؟ هو اتصل فيني من موبايله الشخصي تفضلي شوفي شغلك استاذي شكرا حروني بالنسبة لجواد قانونيا ما عليه أي مشكلة بس كمان ما بيضر أنه نحن نضغط عليه بين فترة والتانية لذلك كل يوم والتاني جيبوه شحشتوه شوي وبالنسبة للميا تعملوا له مراقبة لصيقة 24 على 24 عيونكم ما بترف عنها والمساء يا شباب هاتونا السيد جواد خلي يشرفنا ويشرب عنا فنجان قهوة تيسر نقيب أحمد احترامي سيد احترامي سيد تعال
عاوزك يا سيادة الرائد. في عليك شكوى، هاي الشكوى مقدمة من الراقصة، شو اسم رفيقتك هاي؟ عصرية. عصرية الست عصرية بشتكي عليك، فأنا بشوف أنك أنت تروح تصالحها قبل ما توصل القضية للقضاء. بني آدم بتروح بتعتذر من عصرية وهي نبهتك 50 مرة لا تستخدمها، نتائجها مو صح. واحد مثلك رائد بالبحث الجنائي من أهم وألمع الضباط بوزارة الداخلية نازل لمستوى عصرية. اكبروا، انت أهم من هيك وأكبر من هيك، لا تذكر حالك لا مع عصرية ولا مع غيرها. تفضل على شغلك. احترام سيدي. من أكفأ الشباب بس مجنون ما بيعرف قيمة حاله. نشكر الله. شو بكوا لك يا ابني؟ لك فرود جناحاتك شوي، بعد كل هالغيبة جاية كاشش كمان؟ احكي لك كلمتين مع هالمخلوقة سر الله خاطرة، يعني مو معقول صار لك ساعة ساكن. كيفك لميرا؟ شو بدك لك موفق؟ أهلي جواد بمعيتك، افتحنا المحل بدنا كم سيدي. اليوم ما رح افتح المحل، طلع من مخي نهائيا. ها جواد يستر عرضك، بدنا نسهر. لك اسهروا، لك موفق اسهروا، مين ماسككم؟ صباح الخير جواد. تفضل سيدي. شرف، تفضل معنا استاذ جواد. خير سيدي؟ مو على أساس ما طلع علي شيء؟ أكيد ما طلع عليك شيء، لأنه لو طلع عليك شيء كنا شحطناك شحط. إحنا بدنا نشرب معك فنجان قهوة. شحطوا. خليه شي 4-5 ساعات اتركه يستوي. بس قل له بكره الساعة 8 تماما بيجي. حاضر سيدي. شو عام؟ ايه والله. شو تاكل؟ شاورما. شاورما؟ شاورما، شو ملينا من الفلافل. دجاج ولا لحمة؟ لحمة إذا فيه. فيك لحمة بس مغشوش. جاج. جاج أحسن. عربي ولا عادي؟ والله عربي. مطعمي لها يعني 4-5 ساعات بيجوع؟ ما بيجوع. بعدين شوف الراس الناتو. خلي عينك عليها. حاضر سيدي. خاطرك. الله معك. والساعة اللي تعرفت عليكي فيها.